السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده هنفتح الشكل التاني من البلانر او الاجنده بتاعت السنه الجديده من ماركه توبي. لو ما شفتوش الشكل الاولاني اللي كان بتاع باور جيرل، شوفوا الفيديو اللي قبل ده على طول، هتلاقوني شرحها واحده واحده بالتفصيل. يلا بينا النهارده نشوف الشكل التاني اللي انا جبته اللي هو فلاور دريمز. الشكل ده برضو عجبني جدا جدا، دول اكتر شكلين عجبوني. زي ما قلت لكم في اشكال تانية كتيرة ليهم، بس الاتنين دول عجبوني جدا. يلا بينا نفتح ونشوف. طيب دي طبعا الاجنده هنسيبها في الاخر، نفس المحتويات بالظبط اهي. ادي اول حاجه التو دو ليست، وهي نفس التصميم الورق بتاع التانية، واحسن حاجه ان هما عاملين تصميم كمان في الظهر من هنا. بصوا بصوا جمال التصميم، شايفين حلاوه التصميم وجماله؟ تحفه تحفه، جميل جدا. وادي الظهر بتاعه اهو، واخدين بالكم ان في فراشات بتلمع؟ ده كده اول حاجه. تاني حاجه ده الستيكر بوك اهو، و الصفحه الاولى الرئيسيه بتاعت فان جوخ اهي، دي ستيكرز ملزوقه مقصوصه قصدي، بتشدوبك تشيليها على طول وتلزقي. شايفين الاشكال؟ بصوا الشكل ده جميل قوي. تمام، الستيكرز بتاعتهم مميزه قوي، جديده وحلوه ومنوعه. سيلف لاف. تمام، ده كده خلصت. وبعدين دول هنا كده التو بوك ماركس اهي، ومن ورا بيكون ابيض. وبعدين عندنا ده الكالر بوك، هناك كان كله بنات وكده، ما نشوف المرة دي هيبقى هنا ايه. هنا مختلف تماما، ده معناه ان كل تصميم ليه الالوان، الكالر بوك بتاعه بيبقى مختلف على حسب التصميم. فهنا كل زهور وحاجات طبيعة يعني، وفراشات وورد وحاجات من دي، لكن هناك كان كله بنات. التصميم بتاع باور جيرل كان كله بنات. ارجعوا للفيديو عشان تشوفوا كل التصاميم بتاعته اهو. تمام، ده كده الكالر بوك. عندنا الاتنين كوستر اهمت، زي ما قلتلكوا هو يعني مش قوي قوي، بس شكلهم حلو قوي الصراحة، جميل جدا. وبعدين عندنا المسطرة، جميلة جدا، جميلة المسطرة. وعندنا كمان اللي هي الحاجات الهدية، يعني ان احنا نعملها هدية، بنعملها كده كده اهي بقى كده اهو، وبنقوم جايين قافلينه كده. وكل واحد بقى بيكون ليه نوع مختلف، زي هنا مثلا، هنا الهابي فالنتاين داي،
اهو هابي فالنتاين دي، وبعدين عندنا هنا الهابي ماذرز دي، و الهابي بيرث داي، وده كمان هابي بيرث داي. تمام، ودي كده الأجندة هنركنها على جنب دلوقتي. وآدي بتاعت السنة كلها، دي اللي بتتعلق على الحيطة، هجيبها لكم كلها دلوقتي، بس ده شكلها هصورها لكم دلوقتي كلها على بعض. الأهم من ده كله هو ده، شوفوا شايفين ده اهو مشبك اهو. تمام، تشبكي هنا كده، تفتح بقى تلاقي كل شهر حاجة الشهر كلها موجودة، تخلص وتقوم قاطع الشهر. بصوا بقى هو ده ملزوق. ايه ده، هناك ما كانش ملزوق في الـ في الـ في اسمه ايه الجيرل، الباور جيرل، ما كانش ملزوق كده. طب كويس والله ان انا شفته. ده بيبقى ملزوق هنا كده فيه، وبيفضل حاجة الشهر موجودة قدامك اهي، وده كده ملزوق، بتخلصي وتقوم قطع الورقة، وتقوم قطع الورقة. جميلة جدا، هبقى الزق بتاعت الجيرل باور. تمام، تعالوا بقى نركن ده كده على جنب. ماشي، نركن ده كمان على جنب، وتعالى بقى للأجندة هنشوف بقى التصميم مختلف ولا لأ. من جوه التصميم مختلف تماما، من جوه التصميم مختلف تماما، ده كل كده واحدة ليها تصميم مختلف من جوه، مختلف تماما تماما. كمان ده ما كانش كده خالص، لأ لازم تروحوا الفيديو التاني وتشوفوا التصميم قد ايه مختلف. بصوا اهو الهابي بيرثداي، البيرثداي بتاع الشهر السنة، كل شهر في تصميم كده مختلف ليه. وادي البيست مومنت، وادي الماي فيلينج، وكل فيلينج عنده بشكل مختلف. وهنا ماي فيلينج اقدر ان انا اكتبه، وهنا كان الماي ترافل بلان، تصاميم مختلفة تماما. ودي حاجة حلوة ان هم تعبانين في تصميم كل واحد. الابكومينج ايفنت، وادي البوك ليس لايبراري. تمام اهو، والفيفوريت بوكس، جميل قوي جميل. ماي فيفوريت موفيز وسيريوس اللي هي المسلسلات بتاعتنا. بس جميل قوي، جميل قوي التصاميم دي. ميوزك بلاي ليست، شوبينج ليست. بصوا التصميم عامل ازاي، الهابت تراكر، هنا اليونيك اوبجكت الحاجات، هنا الفيجن بورد الكارير بتاعي والمايند، وهنا فاضي، هنا الفاميلي،
هنا الترافل الهيلثي، وهنا برضو فاضي، وهنا السيفنجز، وهنا الدريمز. فيجن بورد مشوقه جدا والوانها مبهجه قوي قوي قوي. السيلف كير، سيلف جولز، والووتر تو دو، والسكادول، والميل بلانر، استاتي بلانر، والدرو. هنرسم هنا تو دو اي ام ثانك فور فور، حاجه زي الامتنان، الديلي فيتنس، والسكين كير تراكر. والسلف كير بالروتين، ومدينا هنا كروتين مثلا، ونصايح. الير فيجن بلانر كل بقى شهر اهو، وبعدين تو دو، وبعدين نوتس، وهنا الفوكس، وجول 1 و 2 3 و 4 دي بتكون في بداية كل شهر. بعدين بيبدا اليوم بتاعنا اهو، بتبدا مش متأرخة، ودي حاجة حلوة ان انا هبدأ على طول من الشهر ده الديت، وبتختاري اليوم اللي انت فيه، وبعدين تكتبي، وبعدين تحت خالص في عندنا الميك يور ديلي مود، شايفين جميلة ازاي؟ بس، وبيكمل الشهر كله على هذا الاساس. وفي بداية كل شهر بتجيلك تقفيلة الشهر وبداية الشهر، هوريكم الشكل بتاعها. اهي مثلا ده كده في تقفيلة كل شهر وفي بداية كل شهر. تقفيلة الشهر اهو هيجيلك هنا جولز بروجرس، ده دي الاهداف اللي اتحققت، والهابي مومنت وينز، دي الافضل الاوقات اللي مريتي بيها خلال الشهر، وكمان ده ثينجز تو بي امبروفد نيكست مانث. يعني دي الحاجات بقى اللي المفروض تعمليها في الشهر الجديد. وننتقل للشهر الجديد، هتعملي فوكس على ايه، والجول 1 و 2 و 3 و 4 وتكملي بقيه الشهر. وبتبقى اخر ورقه في السنه عادي زيها زي التقفيلة بتاعت الشهر. اهي استنى بس يفوكس اهو، نفسها بالظبط. تمام كده، دي كده كانت الاجندة بتاعت السنة الجديدة. استنوا بقى هوريكم اللي هي المانس بتاعت الحيطة، هصورها لكم بقى كاملة على بعض. وده السكن بار اهو، جميلة جداً.